علشان تدخل السعودية كمستثمر أجنبي في شرطين أساسية لابد من توفر واحد من هذول الشرطين. الشرط الأول يكون عند المستثمر شركة تجاوز عمرها أكثر من سنة خارج المملكة، أو يكون عنده إقامة مميزة في المملكة العربية السعودية. في هذا المقطع راح أتكلم بالناس اللي عندها سجل تجاري أو شركة خارج المملكة العربية السعودية. أول شيء نبدأ في الخطوات. الخطوات: ترخيص وزارة الاستثمار، رقم 2 توثيق عقد التأسيس، رقم 3 إصدار السجل التجاري، رقم 4 فتح ملفات لجميع الجهات الحكومية للشركة، رقم 5 والأخير إصدار تأشيرة المدير العام. خلصنا الخطوات، حنرجع للمستندات المطلوبة. هي تقريبا 3 مستندات جوهرية: 1 السجل التجاري خارج المملكة، 2 قوائم مالية مصدقة من السفارة في بلد الأم، 3 صور الجوازات والهويات للشركاء فقط. يعني عندك شركة عمرها أكثر من سنة، الخطوات 5 اللي ذكرناها، و3 مستندات. فهذه تقريبا هي خطوات ومستندات تأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية. وإذا عندك سؤال أو استفسار تقدر تتركه لي في التعليقات.